هل تتورط بريطانيا في المستنقع اليمني؟ هذا هو العنوان الذي تصدر معظم التحليلات الاستراتيجية والعسكرية بعد الإعلان عن توجيه ضربة ثانية لمعاقل جماعة الحوثي في اليمن لتعطيل قدراتها على استهداف حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر. وبحسب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، فإن الغرض من هذه الضربة هي تعطيل قدرات الحوثيين وتوجيه رسالة واضحة لهم بأن بريطانيا لن تسكت على استهداف الممرات التجارية الدولية. بالطبع المحللون العسكريون والاستراتيجيون في بريطانيا يطرحون تساؤلات حول تكلفة الأسلحة التي تستخدمها بريطانيا، وهي بالطبع أسلحة عالية التكلفة للغاية مثل طائرات التايفون اليد الطولة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وأيضا صواريخ بيفوي عالية الدقة التي يتكلف الصاروخ الواحد منها آلاف الجنيهات الاسترلينية. في المقابل جماعة الحوثي تستخدم أسلحة بسيطة للغاية كالطائرات المسيرة وبعض الصواريخ. هنا المحللون يتساءلون، هل لدى بريطانيا استراتيجية واضحة لدخول هذه الحرب والخروج منها، أم أنها تعرف كيف تبدأها ولكنها لا تعرف كيف تنهيها؟ أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، لندن.